نيلنا بحكايه كل يوم وهالحكايه. من زمان امي كانت تاخذنا على المدرسه اللي عند الرهبات او الابونا وتقول له اللحمات الك والعظام النا، اضربهم اضرب هالولاد، ادبهم ادبني ربي واحسن تاديبي، حطونا بايدين المعلم او الراهبه او الخوري. وهيك كمان بايام الزن على الجابانيز باليابان كان المرشد بيقدر يقتل التلميذ ساعة اللي بده، وبيعرفوا انه معه سيف الفاروق. فصل وصل يا حبيب قلبي. وهيك شايف انه واحد من التلميذ كان ماشي وماشي عم يستنير عم يستنير عم بيشوف الله في كل شيء، وشايف مرة جميلة كلها أغراء رح تطل عليه، وعرف انه هاي نقطة ضعف بدها توقعه. اجا من وراه وقطع له راسه، وشافوا الناس إشارة وقالوا نيالك سيف الفاروق شالك من الرق إلى الحق. هيدي المعمودية بالمسيحية. نعم هيدا سيف الإمام علي وقت اللي بزق له بوجهه شال السيف، قال له ليش؟ قال له بخاف اقتلك لغضبي يا حبيب قلبي. قال له هيدا والإسلام؟ قال له نعم. قال له اقعد على يميني. وهيك المسيح على اليمين حطه، قال له الآن أنت معي. فإذا وين سيف الفاروق؟ وين سيف العدل؟ وين سيف الرحمة؟ وين الأم؟ قبل ما ماتت قالت له لجوزة وصية، خلي إيدي مرتك اللي بتتجوزها تضربهم فيها. وهيك صار. دايما مرته تقول له الولاد بس أضربهم أنا بإيدي بيبكوا، بس أضربهم بهال عظمة شو السر؟ قال لها هيدي إيد أمه، إيد الرحمة، ونحن بدي إيد الله، يد الله مع يد الجماعة. قال له وين البلاء من الله؟ فإذا البلاء من الله ما بيخوف، بس من جيبة عبد الله ومن فكري بعبد الله ومن كذبي ونفائي على عبد الله. راحت البطانة الصالحة وإجت البطانة الطالحة. ننتبه مين عم نبخر؟ طبعا كلنا وصلنا لزمان مات كلب المير كلنا رحنا على الدفن، مات المير ما حدا دفن.